أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها في قاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الخميس ليلة الجمعة التاسع والعشرين من رمضان 1444 هجرية الموافق العشرين من أبريل 2023 لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال عام 1444 هجرية ودعا المجلس من تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤيه الهلال ان يسارع بالاتصال بهيئه الرؤيه الشرعيه لابلاغ ذلك مشكورا وماجورا